مسكر، تاني يوم بيجي لهون بصير يعيط علي صقنا وان اول لنوصل لهون بالاخير محلك مسكر. عقد هيدي البوزة اللي بيقولوا عنا ما عرضت على عاقل وابى. خلينا نبلش شغل. بوزة ديلايل، البوزة الشامية المعروفة بوزة بكداش اللي بتذكروها بسوريا، هي موجودة هون عن ياسر وهي العائلة الحلوة اللي عم تشتغل معها. هيدي القشطة الايس كريم المعروفة بالبلاد العربية خصوصا بسوريا وبتركيا. لما انا كنت بروح على سوريا من ايام زمان انا وصغير، اذا رحنا على حمدية اي هاف تو جو لبكداش اكل هيدي الايس كريم. بهالبلد هون منا موجودة. بلشناها من البيت تقريبا السنة الماضية. ياسر بلش فيها كهواية من فترة شهر ونص تقريبا بسحور رمضان. كانت الناس عليه يعني عم تنكب عليه الناس كرمال يدوقوا هذه البوزة. I'm all the way from Canada and I've never had ice cream as good as this. عندي أخت اجت من أريزونا. She was visiting during شهر رمضان وحبت تلتقى with owner. She took a lot of things with her. أردي عندي اللايسن لأعملها وبيعها بالمحلات. عندي مطاعم هون بميشيغان وبشيكاغو بفلوريدا بيشتروا من عندي. أول لوكيشن لخينا ياسر. كمان إن شاء الله التوسع عنده رح يكون طموح لهذه المؤسسة يلي بظرف سنة كمان قدرت إنها تتوسع وتنجح. هذا الشيء طبعا يسجل لياسر ولماي يلي هي زوجته. عم نشوف كمان ابنهم عم بيساعدهم. نحلي فتح رجع محل ووسع لأنه صارت الخيارات أكثر. هلا نقل صارت أصعب علينا بس يلا الحمد لله نضلنا نجي. مثل ما بيقولوا هوم ميد. كل في شيء بيستورد من برا. نو كلياته كل الايس اللي بعملها هون هوم ميد بنعمل جوا. وعادة انا عندي سجشن باكس عشان الناس يجوا يقولوا لي وكنا فليفرز بحبوا والترا ماي بلاس بنعمل بالنسبه للدنيا. رز بحليب هيدي ما فينا ندوقها، هيدي بدنا نفترسها. نفس اللي بتعملها امي. البقلاوه بحلاوتها مع الفستق الحلبي مع القشر الايس كريم، العصير الكوكتيل والفليفرز البلبه هي كلياتها فريش. ما دقت المصوي يجيب لهون لانه حطيها بطعمتها المضبوطه الاصليه. ما بدي اياها تكون كثير حلوه، ما بدي اياك تاكل الايس كريم، بدي اياك تحس بالطعمه مش تغري تقول والله كيف بقى فيني اكل لانه طعمتها كثير قويه من السكر وهالاشياء. هذي شغلكم؟ قلتلك كل شيء هون موجود اذا ما كان 100% ليك وجهك. You really really taste the قشطة. It's so light. أكلت بوزة قشطة من عنده مثل بوز الدق بيقولوا له تحت عنا وكثير كانت طيبة عجبتني. The pomegranate is really really good. It's very like light and refreshing. The only thing better than the ice cream was the customer service that we experienced. يعني مش بقولوا الكابل بيساعدوا بعضهم وهي على طول واقفة حد هي سبورتر هل الشغلة as nurse practitioner وبتيجي لهون بتساعدني. بدي وجه شكر لأصحاب المؤسسات هون بديربون كلهم وقفوا حدنا وساعدونا. الافتتاحية إن شاء الله بجون سكت على الساعة 4. أنا ما بدي أحكي، تعوا أنتوا شوفوا دوقوا هذه الأكلات هودي الحلويات اللي عم يعملون ياسر وأنتوا حكموا على هذا الموضوع. هذا مش إعلان، هذا فلوج لحتى لي أنتوا تجوا تنبسطوا وتدعوا لنا.